هخلي فيها هنا كده اهي. ناخدها اهي، ده اسمه العصفور الدوري او الطهر الدوري. دي فرخ لسه صغير من الطلع الجديد، لسه طالع جديد. هما اللي فوق دي طالع قديم، هي والجمامة. احنا هنحطهم هنا مع بعض ونعمل لكم فيديو كبير قوي لحظة اطلاق العصافير دي. وعندهم اكل وشرب تحت، اكل وشرب. هنفتح المصيدة تاني وهنجيلكم. احنا هنا المصيدة متكون من اكتر من حاجة. هنا السوست، سوست المصيدة. هنا المصيدة بتتفتح كده، ده نظام قفل عشان اول ما تقفل المصيدة ما تقدرش العصورة والطار يفتحها تاني. اهو يتفتح كده كده. الحديده دي بتبقى طالعه من الباب، ما تخلي الباب يفضل مفتوح. الحته دي جايه كده، اول ما الطار يجي داخل ويدوس هنا كده اهي تتقفل وتقفل عليها برضه من هنا. ثانيه هحطها وارجع لكم تاني. ادينا كده ركبناها، حطيناها هنا. هنا لما يجي يقف فوق هنا فوق القفص ويخش جوه المصيدة لما يلاقوا الاكل. وهنا المصيدة اللي احنا عاملينها، مصيدة عملية جدا عن المصيدة دي، اكتر مصيدة ما تصيد اللي احنا عاملينها. اللي احنا عاملينها بتقنية حلوة جدا. هنا بسوستة واحدة بس، السوستة اللي هي الطويلة اللي هي لما تبقى جوه العربيات اللعبة والحاجات دي، اللي هي العربية المرموط. هنا حاطين لها الاكل وما تقفل احسن من دي، بقوة جامدة جدا. بص قوية جدا وما فيش حاجة تقدر تطلع فيها. صدت الصبح حمامة وطيرتها. بس صعبة جوه الفتحة، صعبة جدا في فتحة بسبب ان السوستة قوية. لو عاوزين فيديوهات وحلقات تاني من المصيدة دي اشتركوا في القناة واكتبوا لنا تعليق. هنا هالمصيدة والطيور والجماعة دي صدناها عشية، صدتها المصيدة عشية، قصقصناها وحطيناها هنا، حطينا لها مية واكل. ايه